كه مع التحالف وبقيادة المملكة العربية السعودية والدولة الإمارات العربية وبقية الدول من أجل الانتصار للمشروع العربي من خلال هذا المجلس الرئاسي وحل المعضلات السريعة التي تتعلق بالخدمات في الكهرباء والماء والتعليم والنظافة والصحة ودفع المرتبات. نرى أن الأجندة المطروحة العاجلة أمام هيئة الرئاسة نراها تتجه لتتويه نحن الجنوبيين وأيضا لتطبيق نفس السيناريو الذي نفذ على السيد علي سالم البيض. لكن أقول لكم هيهات، نحن نعتبر أنه ونشد على شعبنا أننا لن نفرط في المنجزات التي تحققت مهما كان، وأقول نحن كلنا أمل أن مجلس القيادة الرئاسي أن يتحرر من تلك القيود التي ظل مكبلا فيها في الفترة السابقة أيام السلطة العميقة أو الدولة العميقة للشرعية، أن يتحرر من ذلك وينطلق نحو تنفيذ الأجندة المطروحة أمامه، وهي أولويات في الاتجاه العسكري والاتجاه الاقتصادي. في الاتجاه العسكري يجب أن تنقل قوات الشرعية أو قوات القاعدة وداعش في كل من شغرة وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، ونحن هنا نؤكد أن هذه المهمة هي من أولويات، وكنت أنا حاضرا في الفريق العسكري واخترنا نقطة أساسية أولى هي تنفيذ الشق العسكري في اتفاقية الرياض التي تم التوقيع عليها قبل مشاورات الرياض بسنة ونص، ونحذر هنا نحن الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الممثل عن شعبنا في كل مديريات ومراكز ومحافظات الجنوب أن لن نقبل أي تنازل أو تهاون في تنفيذ تلك القرارات، أما في الاتجاه المدني الاقتصادي نحن ما نشتي حاجة من هيئة الرئاسة الآن خلال الست شهور القادمة السنة غير توفير الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم، النظافة ودفع رواتب. ما شفنا بلاد الشعب يدين الحكومة إلا هنا، يعني ما شفنا عالم في أي بلاد في العالم حتى اللي دخلت مآزق وهكذا أن موظفيها وعسكريها وشعبها يدين الحكومة، وما شفنا حكومة في العالم يشتغلوا بالواتساب. نحن نوجه نداءنا من خلال جلستكم هذا، ولعلمكم الجمعية الوطنية هذه المرة سوف تكون لها قرارات
تتجه نحو تحسين أو كيفية إيجاد موارد لتنفيذ الكهرباء والماء والصحة والتعليم وأيضا النظافة والرواتب. أنا أعتقد الكل يدرك نحن منذ أن بدأت 2015 وحتى الآن لو جمعنا مبالغ التي تصرف في الطاقة المشتراة لنفذت محطة كبرى هنا في عدن ومحطة كبرى تتوسط الجمهورية في حضرموت، وحلت مشكلة الكهرباء، وكانت أيضا إذا حققت الكهرباء أنا متأكد الماء بيجي، النظافة بتجي، الاستثمار بيجي، وكل حاجة بتجي بعد وجود الطاقة والكهرباء. لكن يبدو أنه هذه أسهل طريقة للمسؤولين في نهب الكميشنات، يحصلوا كميشن، اصرف شيكي بعطيك كذا كذا، اصرف المبلغ حقي بعطيك كذا، من الرأس إلى الأسفل. نحن نقول في مشكلات كبيرة سنناقشها، وفي متناول أيدي الحكومة إذا كانوا فعلا جادين، مش كل واحد يملس على الثاني، كل واحد يقول للثاني شباش، ويعيشوا في نعيم ويعيش شعبنا في جوع وقهر وحمى وموت وكوليرا وأمراض مختلفة. لن نقبل هذا الكلام، سنوقف أمام القاسي والداني في سبيل أن نحرر شعبنا من هذه المسألة. أقول المصافي يا أخواني أكبر منشأة اقتصادية للجنوب كانت ولعدن، المصافي لها من قال لي أيام علي عبد الله صالح اشتي أممها كان ويجيبها جيب، لكن بعد قيام الشرعية وبعد بداية الحرب 8 سنوات ما تتخيلوا أنها تشتي مولد واحد يشتغل في 8 سنوات ودفع له 42 مليون دولار حتى الآن ولا زال المولد ما يشتغل ولا زال يعاني من اتفاقيات. يعني هذه نحن نضعها أمام وزراءنا في المجلس أن تكون من جل اهتماماتهم في أن يكشف الفساد هذا وأيضا تتخذ إجراءات. أنا سألكم سؤال يا أعضاء الجمعية والحضور، هل سمعتم يوم في حد حاكم منذ الرئاسة الجديدة حتى الآن؟ نشوف الله يترقوا، يعني واحد قدو سارق يترقى، واحد قدو مدري ايش يترقى. نحن نقول بصريح العبارة أن توجهات الجمعية الوطنية ستحدد بوصلة المستقبل وستحدد أدواتها وستحدد مكامن المرض وستحدد إذا كان ما يفهموش نسوا حاجة اسمها معالجة أو حل، وسنحدد أيضا الحلول في المسائل الملحة. نحن ما نعرف اقتصاد صح، له خبراءه، والجنوب مكدس بكوادر من الخبراء في مختلف المجالات، في الجيش، في الأمن، في الاقتصاد، في الخدمات، في الشؤون الاجتماعية. نحن جالسين نأكل بعضنا البعض الجنوبيين، متى بنتحرر من هذا الكلام؟ الجماعة يتفقوا علينا حتى إذا اختلفوا، هم يختلفوا على البيص، لكن نحن نختلف جملة وتفصيلة وما نعرف إيش الوقايع.
ونجلس نهاجم بعضنا البعض في الواتساب والفيس، ونلتقط بعض الإشاعات الكاذبة الموجهة ضدنا أو موجهة لعناصرنا في الحكومة ولا في المؤسسات، وبالتالي نستثمرها ونقوم نتخذ إجراءات عليها. لا، نحن مؤسسة ذات أدرع مختلفة، اقتصادية واجتماعية وعسكرية، يفترض أن يكون في وسطها كبار الاقتصاديين والخبراء، يجب أن نستعين بهم، يجب أن نحركهم. وأقول لكم الجمعية طبعا لديها ما خفى هو أعظم، ستبحث وستكون قراراتها المهمة هي بوصلة المجلس الانتقالي.